ملي في العربية دي وقفت فيه واشتغلت فيه وجبت ناس واختلفت فبشوية الكواليتي اللي أنا عايزها لحد ما لقيت الكواليتي اللي أنا عايزها. فأما بتكون تعبت في الموضوع قوي كده بيبقى له معزة خاصة جدا عندك. الناس كانت زمان بتبص لها على ان اللي انت عملته ده انت رميت الفلوس على الارض. انت لما تشوف العربيه دي اول ما اشتريتها العربيه دي موديل 71، العربيه دي كانت مرفوعه من سنه 82 وكانت مسلمه نمر في المرور سنه 82. ف من 82 لحد من سنتين فاتوا كان خلاص بقى، كنت لك انت تتخيل شكل العربيه عامل ازاي.